بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الخاطرة الثامنة بعد المئة الرابعة من الخواطر السباعية لأستاذنا الدكتور مصطفى السباعي عليه من الله شبيب الرحمة والرضوان. وهذه الخاطرة تتألف من 25 فقرة. نحن وصلنا إلى الفقرة العاشرة، والعنوان نفسه لا يتغير، بين الأولاد وآبائهم، يعني نصائح للآباء في تربية الأبناء. قال: ولد صالح يدعو لك ويذكرك الناس به بكل خير، أبقى لك من ولد ينساك ويسيء إليك بما يسيء في الحياة من سلوك. أولادك قطع من كبدك، أتراك تريد أن تصاب بكبدك بما يسبب لك الأسقام والآلام، أم تريد أم تريده يعني الكبد صحيحا معافى؟ شو الكلام الحلو؟ ألي من الحج الحمد لله على السلامة. شو الكلام الحلو؟ والله شي بياخذ العالم حقيقة. ولد صالح يدعو لك ويعيد الكلام، ويذكرك الناس به بكل خير، أبقى لك من ولد ينساك ويسيء إليك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، بنى جامع، أو حط 100 ليرة بنا جامع، أي صدقة جارية. صدقة جارية، جارية، أو علم ينتفع به. والله اللي ألفوا الكتب، اللي نشروا العلم، اللي ربوا الأجيال. الآن مدينة دمشق كل المدارس العلمية التي في مدينة دمشق تعود إلى رجل واحد، باستثناء جماعة واحدة لم نذكرها. كل المدارس اللي في دمشق، ونحن الآن من سمرتهم، اللي هي مدرسة الشيخ بدر الدين الحسني. الشيخ بدر الدين مولود 1850، توفي 1935. الشيخ حسن حبنكي تخرج من مدرسته، الشيخ علي الدقر تخرج من مدرسته، الشيخ صالح فرفور تخرج من كل الناس هذول، الشيخ عبد الكريم الرفاعي والده للشيخ أسامة تخرج من مدرسته. كل المدارس في دمشق تعود إلى رجل واحد. يعني شو هاي؟ والله شيء يعني هذا العلم، تربية الأجيال علم، إنشاء الجماعات الإسلامية على الوسطية علم، صدقة جارية أو علم ينتفع به. الثالثة: أو ولد صالح يدعو له. ربيت ابنك هذه، لا لك عالم ولا معك مصاري. طيب هلا نحن هون عم نربي أولاد الناس، طيب أنت أولى الناس اللي لازم مسؤول عنهم مين؟ ولدك. هيك عم يقول عليه الصلاة والسلام: أو ولد صالح يدعو له. الشيخ يأخذ من هذا الحديث هذه العبارة: ولد صالح يدعو لك ويذكرك الناس به بكل خير. لما بيشوفوا واحد ما شاء الله ابن مين فلان، هذا ابن فلان، فيذكر الناس الأب بولده الصالح، ويذكرك الناس به بكل خير، أبقى لك، يعني هذا الذي يبقى، من ولد ينساك. الولد هو نسيب. في ناس الآن راحت على أوروبا، لا عم تبعت له الأهل مصاري، ولا بيعترفوا على أهله وسبيل. والله يعني ما بدنا نعود، عم نسمع قصص وعم نشوف حكاية. أنا قلت لهم والله يعني الغرب ما أفسدنا، اللي مهيأ للفساد انفسد هنيك. اللي ما كان قادر يطلع بإيده يعني مهيأ لأنه يفسد، بس قدام الناس مو ظابطة هون، هنيك فسد. يعني كشف عورة الناس على حقيقتها الغرب. قال: أبقى لك من ولد ينساك ويسيء إليك بما يسيء في الحياة من سلوك. بعدين شو عم يقول؟ أولادك قطع من كبدك، قطعة من كبدك، هذا ابنك قطعة من كبدك، أتراك تريد أن تصاب بكبدك؟ حدا بيحب يصاب بالكبد؟ إذا أصيب بالكبد شو بموت؟ لا، أي دكتورنا الغالي، مو هيك دكتور؟ الكبد يعني أخطر نقطة في الإنسان. أتراك تريد أن تصاب بكبدك بما يسبب لك الأسقام والآلام، أم تريده للكبد؟ مو على الكبد، وين أنت؟ والله ما بعرف.
أم تريد أن أم تريده صحيحا معافى؟ والله كلنا نريد لكبدنا أن يكون صحيح صحيح معافى، لك بدنا أمتنا تكون صحيحة وفي حالة صحة وفي حالة معافى. الله يرحم الشيخ السباعي، هذا كتاب كتبه بين 57 وال 64 لما أصيب بالشلل، 57 لل 64، بال 57 لأنه تعرض لمؤامرة شو في في خلص الخمس دقائق بس كلمتين في خاطرة بذكرها بالمية الثالثة أظن، شو اسمها؟ إبليس يتظلم، إبليس يتظلم، فقال اسمه هذا إبليس أخسر عشر. شو هي أخسر عشر؟ في إبليس اسمه هين؟ قال أكرم الحوراني جمعهم كلهم يلي خانوه بال 57 كانوا سبب شلله. أكرم الحوراني، كاف لا اختاروا عشر آخر شيء، نعم أخسر عفوا أخسر أخسر الخاء خالد بكداش رئيس الحزب الشيوعي، الصاد صبري العسلي رئيس الوزراء، أخسر الراء رياض المالكي يلي لعبوا واللي هو مرشح البعث كان رياض المالكي، والعين عبد الكريم عارف رئيس المخابرات، وعشق شيخ شين والهمزة الشيخ أحمد تختاره، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.